انتوا لسه في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. واحد من نجوم نادي الزمالك كلاعب وكمدرب ضيفنا النهارده في الاستاد كابتن محمد صلاح. يا كابتن محمد برحب بيك وسعيد بوجودك معايا. ربنا يخليك كابتن كريم، وحشني والله. وانت كمان، اخبار الدنيا ايه؟ بس انا يعني بشوفك فمستمع. انا مش بشوفك بقى. لا بس بشوفك برضه. بتكسر الدنيا انت في كل حته. ربنا يسعدك يا رب. اخبارك ايه؟ اخبار الدنيا ايه؟ كله حلو؟ ربنا الحمد لله والله. التدريب بالنسبه لك ايه؟ بعدت عنه؟ كل حياتي. لا لا بالعكس. يعني قصدي ان الاضواء، دوري الاضواء، التعامل فيه بقى صعب او الدخول فيه مره تانية بقى مش سهل نظرا لانه بقى ليه طرق معينه. انا مش عايزين نبدا بالسوء. لا ابدا بالسخن على طول، خش في الغوي. المجتمع كله الكروي لازم تعرف حد ولازم حد يوصى عليك والقصه دي، وانا مش فيها بصراحه خالص. انا الرزق اللي بيجيلي يعني انت كل الشغل اللي اشتغلته يا كابتن محمد كان عن طريق ان رئيس النادي او اداره النادي بتتواصل معاك كمدرب، مفيش بقى وكيل بيوصي، مفيش رجل اعمال بيحب، يعني مش الحاجات دي. وغالبا لازم اللي كلمني اقول له عنايه الاثنين، بس رئيس النادي كلمني. اوكي. واستمتعت الحمد لله بكتير. يعني امال ليه دايما بيقولوا انه اللي بيشتغلوا بيبقى لازم مربطين مع وكلاء جامدين؟ يعني كل اللي موجودين تقريبا لازم يبقى مربط مع وكلاء. مش مربط، هو ممكن يكون وكيله زي اللعيبه، يبقى وكيله جامد فيشغله. ما بحبهاش دي. لا لكن خلي بالك، يعني ممكن واحد مثلا في السعوديه يقول لك تعالى وانا هبقى وكيلك في اليوم ده او في النادي في المشهد ده. فاهم، في مشهد التوكيل. وتعمل له توكيل. يعني حصلت لي انا في السعوديه عملت توكيل ناس. اوكي. بس بتنتهي بمجرد انتهاء الموسم. فاهم قصدك، ماشي. اوكي. لكن في مصر هنا ما جربتهاش. انا عايزك تقرب المايك سنه منك كده. ايوه. ممكن عن طريق الصداقه. ماشي. لكن غير كده لا. لا. في الرسميات لا. لا لا. اوكي. الزمالك عايش على صفيح ساخن لانه مطالب انه ياخد بطولات، لكنه عنده مشاكل بالكوم اداريه وماديه وتجديد عقود ولعيبه مزعلانه وناس ما خدتش فلوسها بقى لها كتير وحاجات كتيره جدا جدا جدا. رايك في المشهد ده والزمالك يطلع منه ازاي؟ يعني هل عليك ان انت تبقى بمواصفات معينه كلاعب او كمدرب عشان تبقى قادر تتاقلم مع الوضع الحالي في نادي زي الزمالك، ولا هو طبيعي انه يحصل في اي حته وطبيعي ان انت تستحمل لحد ما تخرج من النفق ده وترجع تاني للاستقرار والهدوء والنجاح والحاجات دي كلها؟ اولا بشكرك ان ما قلتش ازمه. ان مفيش ازمه. لا انا مش شايف ان في ازمه، انا شايف ان في بس يعني شويه لخبطه طبيعيه في الانتخابات. فتره الانتخابات مش محظوظ من فتره كبيره قوي يا كريم. الطعن في الانتخابات، اللجان اللي بتيجي، كل الحاجات دي بتاثر على نادي الزمالك ككل حتى كمان يعني. ماشي. لكن بالاخص فرقه الكوره دايما لعيبه الكوره بتستحمل في المواقف الغير جيده اللي بتصادفهم اثناء المواسم. بمعنى ان لما الامور بتبقى كويسه اللعيب بياخد حقه، بياخد مكافئاته، السفر كويس، الاكل كويس، المعسكرات. لما بتيجي بعد كده بيحصل فيه هزه بعض الشيء، هو بيستحمل، لازم يستحمل، لان هي نجوميته من نادي الزمالك. طب فعليا اللي انا ارد الجميل. مش هطلع بره اقول انا ما باخدش، لان كل الناس عارفه ان مثلا من حوالي 3 4 شهور الناس ما قبضتش. والناحيه الماديه زي ما حضرتك عارف مش موجوده حاليا. طب دلوقتي طب التخبط الاداري اللي موجود والانتخابات اللي جايه. بعد الاستقرار في الانتخابات الامور هترجع زي ما هي. اوكي. بس على اللعيبه لغايه 20 اكتوبر او 21 اكتوبر يثبتوا ان فعل نادي الزمالك ما يقدرش يستحمل هزه تاني. ان الهزه اللي ربنا سبحانه وتعالى عشان يكرم الجمهور ويروحهم مبسوطين في مارش سولار. انا اعتقد دي درس لازم كلنا ندرسه مره واثنين وثلاثه عشان نستفيد منه. صح. وهو طول ما انت بتلعب وحاطط في دماغك الجماهير واسم نادي الزمالك باي، خلي بالك بقى باي لعيبه، لان كان حصل فتره كده اللعيبه مش كويسه، اللعيبه مش على مستوى النادي. مين اللي قال كده؟ مش الجمهور ولا الناس اللي بتتفرج، اللعيبه اللي اديتهم حق بكده انك ما بتعملش نتائج. فاهم. فقصدك ان الجمهور ليه الحق يقول كده لان اللعيبه اديت له ده، مع مع العلم ان الجمهور لن يتخاذل او يبتعد سنتي عن الفرقه. وهي بتكسب وهي بتخسر وبتتعادل. ماشي. بس يحس ان اللعيبه عامله اللي عليها. بس وانت اوريدي انت هيبقى عندك اطمئنان ان انت وراك ناس بتسندك في الحلوه والوحشه. صح. فدي خلي بالك احنا دي عنياها زمان. تبقى نازل مرعوب من الماتش، تلاقي ناس بتشجعك بتكسب. فهو حتى بيديك، بيرجع لك الروح بتاعتك
فانت لازم يبقى عندك الشخصيه يعني اللي توازي قيمه نادي الزمالك. فاهم قصدك. ماشي. بالنسبه للمدرب يعني في اخطاء في ما انا هسالك عنه بقى تحديدا. اوسوريو ما بين نارين. نار انه يكمل ويستحمل وعنده اعذاره الحقيقه لو خسر لو عمل اي حاجه لان الدنيا بايظه في القايمه والقيد والحاجات دي. وفي نفس الوقت الناس بتنتقده وفي بعض الاحيان بيبقى النقد عنيف. الراجل ده بتقيمه ازاي كمدير فني؟ شوف انا عشان اقيمه مدير فني لازم اشوفه. ما شفتوش كل ده؟ عيش معاه. انا بعيش معاه امتى؟ ماشي. في المباراه. ماشي. خلال تشكيلاته حلو. او تغييراته. حلو. او التاكتكس يعني تلات حاجات. تمام. ماشي. انا يوم ماتش النصر والزمالك في السعوديه بعد ما الزمالك طلع قلت يا جماعه كان حتى هو يا اما هيدي اجازه مش فاكر او هيسافر اجازه. قلت قبل ما يسافر لازم تقعدوا معاه وتقولوا له ان القيد مقفول واللعيبه دي هي اللي مكمله معاك. هتكمل معاك على حتى لغايه يناير. ماشي. ولازم يعرف ان كل اللعيبه دي والناس اللي هتيجي من بره اللي هي المعاره دول الذخيره بتاعته. لان انا اعرف انه عصبي. خلقه ضيق يعني ما بيستحملش كتير. انت عارف اللعيب المصري ممكن يتدلع شوي. عايز تكلمه كلمتين حلوين. فقلت اللي جاي هيبقى صعب على الجهاز المصري. ماشي. خلاص. أوكي. اللي انا شخص بدعمهم. لان هما بيعملوا حاجات كتير جدا لصالح النادي بس مش مرئيه. ماشي. انت ما عليك ان انت يبقى في مشوره بينك وبينهم لان هما يعرفوا حاجات عنك عن النادي عن الفرقه. لعبتك كتير. يعني هو يعرفوا عنه حاجات مش وحشه يعني. فيه فيه. ما عندكش خبره افريقيه ولا خبره في الدوري. ماشي. اسمع منهم مش عيب. وفي الاخر انت ليك الحق. طب انت لما اشتغلت مع مدربين اجانب بيدولك المساحه كده من الباب للطاق ولا بيستنى بيحكم عليك الاول يشوفك الاول الى اي مدى انت شاطر عشان اقدر اديك المساحه؟ ماكليش السكوتلندي وباتشيكو كان عندهم قناعه ان مين محمد صلاح. اوكي. انت جايب لي المدرب ده ليه؟ رغم ان انا كنت ممكن اكون اكبر واحد يعني اكبر منه في السن. فيه. مع بعض. فلما عرف السي في ماشي وان انا دربت حتى بتشيكو دمه خفيف قال انت مرنت اكتر مني في فرق يعني ابتدى يدينا مساحه وكنا التمرين متقسم. اوكي. على كل فرد فينا. زائد ان هو كنا ماشيين انا راح اتفرج على الفرقه واكتب له ريبورت في كل حاجه. حل. ونقدر نتناقش في الفرقه. هو ممكن يكون مثلا مركز على 9 في 2 ياخد رايك ياخد راي فلان مش عارف كده. ماشي. فكانت الامور يعني سلسه وكويسه. في اجانب للاسف المصريين هم اللي بيلعبوا في دماغهم. ازاي بقى؟ يعني يجي يقول لك خلي بالك من فلان ده محطوط لك. انا مش بهزر والله. عشان لو خسرت ماتش او اتنين هتمشي هو يمسك. خلي بالك المدرب الفلاني ليه علاقه بالاداره بتقول له يروح يقول لهم كل حاجه فمتعشم. فهو بيقلق. ماشي. فيوصل لايه بقى؟ في خلال المشوار يا كريم يقول لك ايه انا عايز اجيب الراجل تبعي من بلد مدرب عام لوحدي اجنبي مثلا ازاي عشان ايه اللغه ومش عارف إيه. ماشي. بس هو بيبقى الموضوع كمان ليه علاقه بالثقه بقى. حلو. انا بقى الكلمه دي عندي انا بالحياه كلها. بص موتني يبقى في ثقه. انا واثق في نفسي. واثق في شغلي ما اخافش من حد. ماشي. فبعد فتره يجي المترجم. يترجم الحاجات اللي على كيفه. لان هو عايز يقعد. طب المعلومه بتتنقل سواء باللغه العربيه الفصحى او لكن مش معلومه كرويه. اوكي. فبيحصل فيها بعض النواقص او المناوشات في ان بتوصل له ان ده مش عاجبه. فيتنرفز من اللعيب يبقى حاطط بينه. انت عارف الاجانب ما عندهمش خلق. لا اقعد بره. يعني المترجمين بيبقى ليهم دور في ده. بص 90% والله. انا بقول لك فعليه انك عليك انك تختار مترجم فاهم في الكوره علشان ما يعكش الدونس يترجم لغه يترجم بالظبط. هي العامه بتاعتنا. فاهم. ولذلك شوف باتشيكو ده حفظ كلام عربي كلام مش كتير قوي في وقت قصير. لان كان مع واحد اعتقد ان حد وصل له ان المعلومات بتتنقل غلط عشان كده بيحصل لك مثلا مشكله. فابتدى هو يجيب كتاب مثلا او حد يقول له كلمات عربي ابتدى يحاول يفهم اي حاجه عشان على الاقل لما في ترجمه يبقى عارف انها جمله وصلت كامله ولا لا. وابتدى يبص لوش اللعيب. اوكي. الرياكشن بتاع زعلان فرحان. فدي خبره. في واحد تاني بيقعد الكلام منك ايه ده انا خلي بالي من فلان دوت. او
ده لو انت بعدته عن التشكيل والاسماء وبتاع هيزهق يمشي لوحده. فبتدي ما اقولكش كل حاجه وبعدين فجاه ولا حاجه. فمن هنا حظ الزمالك مش كويس. اوكي. لان الامور مش مع واحد. يعني مش واحد اللي صاحب القرار. واحد اتنين تلاتة شمال واحد شمال واحد يمين. فالامور متفرعة. تقصد دلوقتي في الفترة دي؟ لا الفترة اللي فاتت. اللي فاتت. اوكي. لا دلوقتي ممكن يكون هقولك على حاجة بس هو لضيق الوقت. والامكانيات. ممكن يبقى خلقه ضيق. بس انا قلتلك اللي هيحصل ايه الموسم ده. فعليك ان انت كمدير فني احسن تشكيلة عندك. اللي انت بتقول عليه انا بحط احسن تشكيلة عندي واغير احسن تشكيل ويحصل لي حاجة محدش يقدر يتكلم معاك. ماشي. فانت شايف ان الراجل بيعمل ده ولا الراجل عنده افكار ممكن تبقى مش متوافقة قوي مع امكانيات اللعيبة فعشان كده بيحصل مشاكل؟ طيب لو ما بترجع للطريقة بتاعتك العادية اللي هي المصرية بتكسب ولا لا؟ لما بتحطني في المكان اللي بيريحني انا اقدر اديك. صح. حتى لو مش 100% وده اللي حصل الشوط الثاني بس الماتش اللي فات. قلب الطريقه عادي زي الطبيعي مع الجمهور. مع الروح. انت كسبت. انت ما كسبتش لعب يعني. والله احترام الفرقه. ما هي مش فرقه قوي يعني. لكن يعني كل مره يغير مش كويس وبعدين يعدل او يبدا مش كويس وبعدين يعدل. في وقت مش هتلحق. صح. الخصم ممكن ما يديلكش فرصه. دور مين ده بقى؟ اللي معاه المصريين مدحت عبد الهادي واحمد مجدي وعبد الواحد. وعبد الواحد لان عبد الواحد هو اللي شايل. انا شفت وشه. ممكن انت شفته. كبر عجز. ايه الشغلانه دي بتعجز عامه الضغط عليه. طب ده مدير كوره. لازم تشاركه في كل حاجه او يشاركك في كل حاجه وفي الاخر خد انت القرار. فهو عايز ايه ده؟ مدير الكوره يشاركه ولا الاولى ان مدحت ومعه احمد مجدي هم اللي يشاركوا؟ هم الاثنين ده جهاز فني بالظبط كده. اتكلم عبد الواحد ده اللي هيحميه اللي هيبقى همزه الوصل بين الناس المسؤوله وهو. اللي هيقول ممكن يقول له نطلب دلوقتي ما نطلبش دلوقتي. بس ملوش دعوه بالفنيات قصدي يعني. لا 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 عبد الواحد مش اي مدير فني ما تدخلش الا لو انت عايزه. اوكي يخش. ماشي. لكن مجدي واوسه ومدحت هم الشريان بتاع اللعيبه. انا هقول لك على حاجه. انت عارف علاقه الجماهير باللعيبه في نادي الزمالك مين اللي عاملها؟ انت عارف شيكابالا. لان اللعيبه دي ما عندهاش خبرات كتير. فهو دايما بيقربه من الجماهير. اوكي. عشان لما الجمهور يحبك هيبلع لك اي حاجه. ممكن لما تبقى وحش يعني ينسالك يقول لك الاعذار. عندك اعذار. ماشي. لكن انت دلوقتي الفجوه اللي بين الجماهير وبين اللعيبه وخاصه في بعض اللعيبه الجماهير ما تعرفهاش لسه السنه دي او السنه اللي فاتت. اللي بيقرب ده ادي دور ممكن كابتن. ده دور عظيم جدا لشيكابالا طبعا حتى في الوقت الحرج ده. في الوقت القديم. مش موجود شيكابالا. يغيب يوم يقول لك ده مش عايز بيتنمره مش عارف التمرد ويقول اللعيبه ايه. لا اللعيبه بتمشي. عندها ثقه في نفسها. تخاف من الجماهير بالتالي النتيجه مش هتبقى كويسه. اوكي. لكن الظروف دي احسن من بدايه الموسم. حتى نقول الماتش الاولاني بتاع سولار. لان عمل هزه عند الناس وعند الجماهير ان اللعيبه دي مش هتاخد بطوله ولا هتكمل. ده انت فرقه من جيبوتي في دور ال 32 يعني بدري قوي. لا فرقه بقى انت شفتها يا كريم يعني ما فيش حاجه خالص. مش عارف اتباصي. انت اديتها امل. لكن برجولتك بقى اللي احنا عايزين نعملها في نادي الزمالك والروح والجماهير انت كسبت. فدي بدايه انطلاق اتمنى ان ياخدوها بدايه للمكسب اللي جاي ان شاء الله. لكن بالنسبه لك ككابتن محمد صلاح المدير الفني اللي عنده خبرات في الكره المصريه شايف ان اوسوريو محتاج بس لعيبه ودعم ووقت ولا من الجواب باين من عنوانه والراجل لا ما نضيعش وقت يتغير ويجي واحد مصري؟ لا غالبا يعني شوف انا ممكن اقول لك مصري. في مصريين احسن منه بكتير والله. اوكي خلاص. لكن غالبا الزمالك الاهلي الفرقه الكبيره دي تبقى عايزه اجنبي عشان السوشيال ميديا والضغط والحاجات دي بقى هم ما بيعرفوا عربي شويه بس يعني ايه بس 90% من الكلام مش هيعدي عليه يعني. وبيشتغل بهدوء وكل الناس كلها يعني معايا. المدرب المصري ممكن ما يعملش عقد ممكن يبقى ابن النادي تيجي عليه شويه. من هنا بيبقى ضعيف قدام اللعيبه بيبقى خلاص في ليفل واحد مع بعض. مفيش مدرب مدير فني او لعيب. فالامور بتبقى ما فيهاش التزام او نظام الا مع الاجنبي اللي احنا بنخاف من الاجنبي. اوكي.
لكن قصدي ان الراجل يستاهل ان يتصبر عليه في وسط الظروف دي، لانه هو دايما في رايين لما تقعد مع اي حد زملكاوي يبقى في رايين، راي انه لا الراجل ده مش مناسب لان انت ما عندكش اللعيبه اللي تقدر تطبق افكاره. ف وهو الراجل حتى في مره في انترفيو كده ما كانش رسمي قال لك انا محتاج اكتر من 25 لعيب، فده معناها ان هو عنده قناعه كبيره بانه عنده مشاكل في اللعيبه في نوع اللعيبه. وفي نفس الوقت ما انت هتعمل ايه يعني لو مشيته هتجيب حد تاني يبتدي من الاول، وهل ده وقت مناسب انك تعمل كده وانت اوريدي ابتديت المسابقات كلها؟ سؤال ليك يا كريم شخصيا يعني. فيريرا لما جه مش كان كده؟ ما عندوش لعيبه ولا قيد وطلع ناشئين حلو وزق كل ناشئ شويه، بس فيريرا كان سابق الراجل ده بانه عنده تجربه هنا مع الزمالك قبل كده، يبقى ايه معرفه بالكره المصريه. تمام، وكان حتى مشاكله مع مرتضى يعلم الله. طبعا خلاص كان عنده مشاكل كتير. لما جه ويعني مش عايز اقول لك ايه، ارتضى باللي موجود. ابتدى يشتغل عليه ولا لا؟ صح خلاص صح. و 95% كانوا قال لك مش هينجح، هيتخانق مع مرتضى وهيمشي وبتاع. صح لما النتائج مكسب 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 وقالوا وناخد دوري الامور بقت ايه هديت وتمام. فالراجل ده عايش كده. انت كويس كسبني. انا اتدخلتش معاك لا في تشكيل ولا بتاع، فحط تشكيل كويس وغير كويس هتكسب من ده الزمالك. حتى لو عندك لعيبه 60-70% هتوصل ل 100% في الماتش. اوكي بس انت اتعامل معامله كويسه. طب الراجل ده بافكاره دي باللي شفته منه في اللي فات مع التشكيله دي، لو افترضنا ان يناير ما حصلش فيه جديد في القيد، يعني اللعيبه دي بالتشكيله دي توصل الزمالك لفين في الدوري وفي الكونفدراليه؟ لو مفيش قيد، لو مفيش حاجه جديده نفس اللعيبه دي، لا هتبقى صعبه شويه. صعبه. ليه؟ هو مش عشان اللعيبه، اللعيبه دي للصغيرين طالعين لسه ما عندهمش الخبرات. ماشي. واللي موجودين ما انت لازم تحط في خطتك في اصابه، في نزله برد في الشتاء، وفي ايقاف، فانت هتعمل حسابك ان انت البودله كمان بديل ويمكن اتنين. طبعا. لكن انا مش عايزه يجيب واحد شمالي لعبه يمين او العكس. لان الفرقه لما ظبطت التكريم في الشوط الثاني، زيزو هنا وشلبي هنا وسيف وبعدين خرج والقصه دي، الاداء اتعدل لان المزاجيه او المزاج اتحسن وكل واحد بيلعب على عدلته فمبسوط. ماشي. وبالتالي اقدر احاسبك ان انت كويس او وحش. اوكي. لكن هتيجي تقول انت مطلع ناشئين كويسين، لازم تعرف امتى يلعبوا، مش انا اللي هعرفه، انا اسف يعني. وتاخد منه ايه اللي انت عايزه. لكن انا ما تقوليش على حاجه ما تمرنيش عليها. انا بتكلم عامه يعني. انا مش عارف يعني مثلا ما تيجي السكر تقول له العب سيرد باك وباك ليفت، لسه صغير حتى هو منتخب اولمبي. ده من حقي. علمني. قال فتره اعداد انت اللي عملتها 12 يوم وده لا تكفي للمستوى اللي انت هتروح له. حوالي 40-50 ماتش ما بين دوري وكاس. صح. وافريقيا. صح. ما ينفعش. فعمل حاجة، انا بقول لك حاجة كارثية في التدريب. ان انت اول ثلاث ماتشات مفيش فيك يا نادي الزمالك حد لعب 90 دقيقة غير صبحي. وما تعبش، ما جريش ولا لعب ولا اوفرات. في بداية فترة في بداية دوري موسم ده تقصد في الماتشات اللي في الدوري الرسمي ولا الرسمي؟ اوكي. سولار ده الرابع. فانت سولار هناك، بيراميدز مقاولين، سولار هنا. حلو. اوكي. مفيش لعيب لعب 90 دقيقة كاملة قبل ماتش الأخير إلا صبحي. والله؟ والله. يا 45 يا 60 يا 70. أنت بتقول لنا إن الماتشات هتجيب الفيتنس ومش لا، أنت لازم تيجي تبدأ الأول ب 9 و10 ثابتين يلعبوا ماتشين مع بعض يفهموا بعض. وبعد كده ما تروحش بقى تاخد الكويس تقعده. وده عيب من عيوبه. مره المسلوسي ومره عبد الجابر وبعدين مره السيسي وبعدين مش عارف مره سيف وناصر. فالناس الناس بتفهم كوره. ده ما شفناهوش من فتره. حتى انا قلت له اطلع قول لنا يمكن نتعلم منك، مش عيب، بس اللي عشان انا اتجيب لي اللياقه البدنيه لازم العب ماتشين ثلاثه ورا بعض. اوكي. بس انا مش المفروض يعني ده في اي نادي، مش هتكلم على نادي كبير زي الزمالك، بس في البري سيزون في الدوري في قبل المسابقات المحليه ابتدي العب 15 20 25 ماتش اعلي عشان اخش جاهز ولا انا اخش اجهز في الرسمي؟ الاثنين مكملين لبعض يعني الاثنين عادي. كان زمان يقول لك لما تيجي تبدا فتره في ماتشات ابدا من الدرجه الرابعه
لغايه ما توصل انت هتلاعب ماتش ودي مع فرقه قدك. اه ماشي, ده ضبط الموضوع ده. اوكي ماشي. انت بتلعب فتره اعداد اسبوعين 3-4-6 عشان تلعب مثلا يعني, بس للاسف ما فيش وقت في الدرجه الممتاز يعني 10-12 ماتش. ما تبدا بالاهلي والزمالك, ما تبدا خلي بالك احنا بناخد من بره. السنه دي ريال مدريد وبرشلونه في امريكا او في اليابان لعب ماتش ودي صح, بيلعبوا مش عارف بيلعبوا بيلعبوا دوره كده سريعه يعني. ايه المشكله؟ بشوف اخطاء ايه, اللياقه وصلت ايه, والفنيات وصلت ايه, وانا عالج. لكن انت عامل اديت 20 او 21 يوم اجازه وده مش كويس يعني, خطر شويه. بدات عملت 12 يوم فتره اعداد, سافرت 3 ايام تحاضر في اعتقد في اسبانيا. فكل ده وانت عندك ماتشات. اوكي, فهي اهم حاجه. بص بتيجي خناقه واحد يديك عقبال ما تفوق الموسم انتهى. لازم تبدا صح ماشي وجامد عشان تخاف والناس تخاف منك او تخوف يعني والناس تخاف منك وانت زمالك فخش. اوكي, عشان كده بقول البدايه هي اللي بتديك احساس وتديني احساس ان النادي هيبقى فين. لكن انت اللي شفته في الدوري السنه دي بالتعادلين مع بيراميدز والمقاولين رغم ان انت كان عندك افضليه, شايف انه ده يدي لك مؤشر ايجابي بان الفرقه تقدر زي ما الناس قالت لك ده بيراميدز هيكسب الزمالك وبتاع نزل وكان الزمالك هيكسب, وفي نفس الوقت الناس قالت لك لا ما انت فكره انك ما حافظتش على الفوز دي تخوف برضه. طيب في الماتشين ما حافظتش على الفوز فانت شايف انه مؤشر ايجابي بانك عملت ماتشين كويسين وكنت هتكسب ولا لا مؤشر سلبي؟ بس انت واقف يعني انا مثلا على فكره الكورنر بتاع المقاولين اقسم لك بالله اسمح لي اقول مين كان بيكلمنا على التليفون. طبعا ميدو. خلاص ماشي, اختلفنا ان هي كورنر ولا لا ماشي, لان ما اعرفش خبطت في حد. المهم خبطت في عبد الرحمن, قال لي هتيجي جول. قال لك كده داخل كوره ماشي, ده انا موت نفسي, ده انا ارجع على 10 كذا كذا. المهم جت جول. قعدنا 3 4 دقايق ما بنتكلمش بعض يعني زي ساهمنا كده. شغله مين؟ المدرب اللي واقف على الخط. ده انا شفت طارق العش بيعمل ايه, علي ماهر بيعمل ايه, بيتنططوا صح. ما هو ده بيدي حماس للعيبه. فاهم انت بتقعد على الارض ماشي شخصيه مفيش مشكله. خلي مدحت بيفرق وبيروح وراجل حماسي صح عادي مفيش مشكله. كوره هاخد بيها 3 بونت صح جدا, هموت نفسي انا واللي ودي فعلا لو عدت خلاص انت حكم صفر صح. نفس الشيء في ماتش بيرمت تغييرة نيمار بشيكابالا دي فرقت كتير, خلت الناس يعني تركبك وتعكس الجيم صح. فدي حاجات مدرب مش لعيبه عشان الناس ما تظلمهمش. فاهم, بس احنا عايزين الناس تلعب في مكانها. المعامله كويسه مع اللعيبه مؤقتا يا سيدي, بعد شهر هنايم نشوف. قبل ده كله بقى الانتخابات واللي هيحصل من الانتخابات, اكيد هسال كابتن محمد صلاح باعتبار واحد من رموز الزمالك, فاكيد هساله على الانتخابات وهتنعكس ازاي على فرقه الكوره. لكن تعالوا نسمع اغنيه ونرجع نكمل كلامنا في السريع. كابتن محمد صلاح في الاستاد, خليكم معانا. انتوا لسه في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كابتن محمد صلاح في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والانتخابات بقى كابتن صلاح عامله قلق عند الناس, فكيف ترى انتخابات الزمالك؟ وهل ترى احد المرشحين حظوظه اكتر؟ يعني شايف المؤشرات بالنسبه لك باعتبارك واحد من رموز الزمالك فاكيد فاهم جوه النادي ايه اللي بيحصل. شوف الانتخابات اللي جايه دي يا كريم صعبه جدا. حلو, صعبه لان فيها كذا مرشح في يعني على مستوى الرئاسه وال وكل الاعضاء والبتاع ماشي. لكن انا 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 اتمنيت او بتمنى تاني ان الناس تختار, هو طبعا الاصلح للنادي الزمالك حلو, والاصلح للزمالك مش ليه هو الاول وبعدين الزمالك. احنا عانينا في الفترات اللي فاتت دي كل البرامج واللي هنعمل وهنسوي في الاخر لما بيخش ما بلاقيش مردود ماشي زي اللي هو زي اللي قاله ماشي, وكلها بتبقى للشخص مش للنادي. اوكي, وهقول لك حاجه, اسباب ازمات الزمالك في الماديه او الفيفا مين مسؤول عنها؟ الاداره واللجان ماشي اللي كانت بتيجي. طبعا ليه؟ لو اللجان بتحب نادي الزمالك او كانت بتحب نادي الزمالك هتجيب الملفات وتعرف ايه اللي عليها صح, ونحاول ندفع حاجه من الحاجات
لكن ده بيسيب وبعدين ده يتراكم وسيب ترجع في الاخر على نادي الزمالك. ليه بقى يا كابتن صلاح؟ لان كل واحد منهم عايز ان التاني يلبس قدام الجمهور ان هو اللي غلط وبتاع وانا ماليش دعوه. بص انا ما اقدرش اقول لحضرتك كده، لكن واحد يقول لك ايه اصل محدش قال لي، اول عيب اهو. ازاي تدخل يعني ما حدش قال لك يعني انت محتاج حد يقول لك تعمل ايه؟ او ناس تتوكل على ربنا وان ده نادي الزمالك يعني هتتحل لوحدها. فيفا مين وبتاع مين؟ مش عارفين ان هناك غير هنا. طبعا هناك ما يعرفوش الابيض من الازرق من الاسود، ما يعرفوش حد. انا بطبق قوانين. صح صح. زائد الناس اللي ما بتيجي تسلم بعض، كل واحد بيجي يهدم اللي قبله بالظبط كده عشان يتقال ان انا اللي عملته وانا اللي سويته. لما بتيجي تبدا من الصفر بتاخد وقت. نادي الزمالك ضايع في القصه دي. اوكي. فعشان كده قلت للجمعيه العموميه مش موضوع ان انا بسمع حاجات عيب ان انا اسمعها على نادي الزمالك، ان انا عايز كرسي وترابيزه مثلا او شمسيه. عيب والله العظيم عيب. عيب طبعا. نادي الزمالك شوف مش كوره بس هقول لك هو كوره بس. ان انا اكون عضو، لا من حقك ان انت هتلاقي كرسي وترابيزه وشمسيه لو المجلس ده كويس. ومش بس كده، وملعب وكل حاجه وكل حاجه. انا على مستوى الشخص الاول بعدين الرياضي. ماشي. الطفرة اللي بتحصل بتتكتب لك في التاريخ. رغم ان انت بتعمل الزمالك. اوكي. لكن انا باجل. انا بستعطف الناس في ان انا اخد صوت. وانا مش حامل بيه. مش دي الخدمة بتاعت ناس الزمالك يا كريم. ماشي. انا ماليش في انتخابات خلي بالك. فاهم. الحاجة التالتة، لغاية امتى نادي الزمالك هيقعد او يعتمد على رجال الاعمال. رجل اعمال انت بتدفع او بتدافع نادي الزمالك او بتحقق حاجه او بتحل مشكله مش عيب. لكن مش لازم نادي الزمالك كله. بس مش ده يبقى الطبيعي يعني، قصدك ان ممكن احل ازمه مره، ممكن اعمل حاجه مره بس مش على طول. مش طبيعي ليه بقى؟ حضرتك لما تيجي تدفع بتاخد. ما حدش بيدفع لوجه الله كده وخدوا يا جماعه 500 مليون وانا مش عايزهم. لا. ولذلك انا اقترحت اقتراح شخصي مش هيتنفس طبعا لكل المرشحين دلوقتي قبل الانتخابات. يدفع مليون، 5 مليون، 2 مليون تبرع لنادي الزمالك حل ازماته. كل المرشحين على بقى. انت داخل ليه؟ عشان تفيد النادي بس. ادفع بدل ما تعمل دعايه وتجيب صور وبتاع هتتكلف. ادفعهم لنادي الزمالك. بس في ناس عملت كده. واحد بس، هاني. بس هاني العتال بس كده ومش مستني النتيجه. وده مش اول مره يعملها. اوكي. ومعروف بان محترم برضه. قال لك انا مش سقطت، ما سقطتش. انا دفعتهم خلاص. الكل كان لازم يعمل كده. لكن لما تيجي تنجح، يعني سمعت ناس بيقول لك ايه، انا هدفع لما انجح. انت بتشترط نجاحك عشان بدفع. يبقى نادي الزمالك مش موجود عندك. طب هو مش عيب اصلا ان ده اقتراح يطلع على اسم نادي الزمالك، انك ادفع والحاجات الحملات اللي خلت الناس تتريق زمان وحاجات. انا بقولها من حرقتي. لكن ده المفروض من قبل ما حد يقول، وهم جايين عشان الناس تنتخبهم من نادي الزمالك كان لازم يعملوا الكلام ده من بدري وفي هدوء. طب اقول لك على حاجه برضه يا كابتن وصحح لي اذا كنت غلطان. انا بشوف انه الاحسن انك تطلع من جيبك وتدي مليون اتنين، ان شاء الله تبقى انت راجل ملياردير فتحط 100 مليون. الاحسن انك تتخلي النادي يعرف يطلع فلوس. يعني قصدي ايه، في بعض المرشحين الناس كلها عارفاهم يعني عندهم من النجاح في قطاع الاعمال اللي يخليه عنده نقطه قوه جوه، ان انا لو انتخبت الراجل ده احتمال كبير قوي يطلع لي فكره تجيب لي في السنه 300 500 مليون جنيه، والراجل التاني ده شاطر مش عارف في ايه فممكن يجيب مش عارف رعاه عاملين ازاي يصرفوا على ايه ويعملوا ايه. فقصدي ان الموضوع حتى اشيك للنادي من ان انا اتبرع من جيبي. لا انا معاك، خلي بالك التبرع ده مش هتدفع للنادي كده، انت لازم تروح شباب الرياضه ومش عارف تحطهم فين وبتاخد ايصال بيهم. لا حاجه رسمي. انا فاهم. انا بقول لحضرتك عشان احنا المده اللي كانت قبل القيد. ان انا عايز احل مشاكل. فاهم قصدك، ان على الاقل تحل حاجه. هو هاني عمل ايه؟ حل مشاكل الهاندبول. صح ماشي. فانت هتحل الهاندبول، الباسكت، اللي مش عارف الكوره، اي حاجه ازمه سريعه تحلها. مؤقت كده. اوكي ماشي. لكن انا بقول لك كل اللي بيدفعوا بياخدوه لما بيخش فلوس ناس كل حاجه. لا طبعا. يعني حتى الانديه التانية، يعني مثلا الاسماعيلي، الاتحاد المصري، لما بيبقى معتمد على ان في رجل اعمال هو اللي بيصرف وبتاع، الرجل الاعمال ده بياخد فلوسه بعد كده غالبا لانه مش واثق انه هيقعد 4-5 سنين. طب ولو قعد الـ4 سنين هو دي فلوسه. اوكي.
لكن انا بقول لك على مستوى نادي الزمالك اللي بيدفع او بيحل مشكله لما بتيجي فلوس بياخدها بياخدها. اوكي ماشي. طب اللي شايفه بقى من اللي موجودين شايف الموضوع رايح فين؟ خلاص الدنيا خبر النهارده بفلوس بس خلال ايام هيبقى ببلاش وهنعرف مين رئيس نادي الزمالك اللي جاي. شوف هو في صراع هيبقى شريف بين فاروق وبين حسين. كابتن حسين لبيب وكابتن فاروق جعفر. شايف ان كابتن فاروق ليه حظوظ؟ طبعا والله. اوكي حتى لو هو معوش قايمه. ما انا لسه كنت بقول لك مش شرط القايمه كلها تنجح. ما طبعا القايمه مش كلها. والزمالك عودنا على كده يعني. واحد من بره يخش في. بس انت بتفضل ايه يا كابتن صلاح؟ انه قايمه تنجح زي ما هي كده زي مثلا في الاهلي قايمه كابتن محمود نجحت تقريبا كلها. أيوة. شايف ان ده بيبقى برضه قايمه. يا كريم بص القايمه مفيده. بس مش لتقسيم التركه. لا مفيش تركه. انا بكلمك في ان القايمه تدخل تشتغل. يعني مثلا تشتغل. احمد سليمان نزل بيقول لك من من الرئيس للعضو مقابل ايه؟ مقابل انه هيمسك ملف الكوره في المجلس. اديك انت قلت. بس طب ايه فايه انا استغنيت عن حاجه؟ لا استغنيت عنها لان انا في تفتيت اصوات. يعني انا لو نزلت قدام حسين لبيب ونزلت قدام فاروق جعفر ونزلت قدام مش عارف مين ما ممكن ما حدش فينا يعني ما يعمل حاجه. لو هي حد يبقى مصلحتي الاول وبعدين مصلحه النادي. مظبوط. انت خدتني الحته كويس قوي. ماشي. انا كنت ضد فاروق ليه؟ ليه؟ عشان كان نازل نائب. اوكي. وكان متفق مع احمد سليمان. احمد سليمان يبقى رئيس. يبقى احمد سليمان رئيس وفاروق جعفر نائب. لا التاريخ بيقول ان فاروق يبقى رئيس زي الخطيب مثلا. وبعدين او يخش بقى كواحد جديد يخش عضو. ماشي. ففاروق يخش ايه؟ رئيس. كلنا معاه وهديله كل حاجه. ده عشان طبيعي. هو بتاع كوره. ده مش عايزين نقسم. النادي كوره بتاع كوره. فيفضل ان يبقى رئيسه رئيس لعيب كوره. ليه لا يفضل ولا ليه؟ لازم. لا مش عايزين نقول لازم دي لان الناس انا مش ماسك الاصوات. لا انت شايف ايه يا كابتن صلاح؟ مش دعوه بالناس. انت بتشوف الخطيب نجح ولا ما نجحش. طبعا ما فاروق جيل خطيب. انا فاهم. ممكن قبله كمان. بس قصدي انه مش شرط ان يبقى لعيب كوره فيبقى ناجح. يعني كابتن محمود الخطيب راجل نجم كوره وكل حاجه لكن هو لو مالوش في الحته دي ما حدش هيصور. حلو. فاروق لما دخل هيخدم نادي الزمالك ولا هيخدم مين؟ ادي واحد. هينجح ولا مش هينجح؟ مش عارفين. الله اعلم. خلاص. يبقى هو الاجتهاده مع الجمعيه العموميه والناس او البرنامج بتاعه اللي خليه ينجح واخد اصوات. ماشي. لكن فاروق هيمشي بدرجه جيد جدا مع حسين. الا بقى هتقسم تقول ده هندبوله ده طايره. لا انا بقول لك حسين لا من 40 سنه النادي. والله من ساعه ما بطل دخل لما كان اللجنة بس. طب هقول لك على حاجه وقول لي رايك برضو صحح لي لو انا غلطان. يعني المؤشرات كلها اي حد جوه النادي بيقول لك انه حسين لبيب بنسبه كبيره هو رئيس النادي اللي جاي. شايف ان الكلام ده يعني مظبوط لغايه دلوقتي؟ لا لغايه دلوقتي لا. اثبت لي. لا مفيش حاجه. انا بقول لك ان الناس بتقول لك كده. الناس اللي بتقول كده تثبت لي ازاي؟ مع قائمة فيها اسامي مميزة فيها حاجات فيها مكتملة قائمة مكتملة نازل قدام خصم خلينا نقول انه على منصب الرئيس. انا مش شايف حد ليه حظوظ غير الاثنين يعني زي ما كابتن حسين وكابتن فاروق. انما كابتن فاروق عنده مشاكل. يعني كابتن فاروق ما عندوش قائمة. كابتن فاروق لسه موضوع سيف ده مأثر مع الجمهور انه مشي وساب النادي. كابتن فاروق كان يعتبر بالنسبه للجمهور من رجاله مرتضى في وقت من الاوقات. فقصدي انه في حاجات ممكن تبقى مخليه الناس تاكد ان حسين لبيب لا والله الراجل ده يستاهل الاربع سنين الجايين. هقول لحضرتك حاجه بس انا اسف يعني ما حدش يقول ده بتاع مرتضى. ده كله كان بتاع مرتضى كله. بس للاسف لما مشي مرتضى الناس ابتدت تتكلم. طب انا بتاع مرتضى. هل اشتغلت مع مرتضى؟ هل شغلني في حته في النادي؟ اشتغلت في القناة؟ لا ده في الاول بقى خالص. اشتغلت في القناة؟ ايه لا. بتاع مرتضى؟ انا بتاع الزمالك. بس دايما بيصنفوا هم لعيبة الزمالك يعني او نجوم الزمالك. بتاع كمال درويش؟ حدش ما ينفعش اكلم الكلام ده. الكلام ده بيتقال عشان يديك حق ان انا مش عايز ده وعايز ده. لا سيبوا الناس تختار. اوكي. خلي بالك انا مع فاروق. نجح ما نجحش ما خلاص ده نصيب او هو الناس مش عايزه. فاهم. لكن هو لازم يجتهد. لكن انت مع فكره انه لو اي حد كسب ايا كان مين هتدعمه؟ لازم الزمالك هتدعمه. انا مش دعوه بالاسماء. ما انا فاهم. هتدعم بقى اللي هيكسب. لكن هتيجي تقول حسين كسب دلوقتي وبقى رئيس النادي منين؟ ما حدش يعرف. فاروق كسب ما حدش يعرف.
لا لا هي مؤشرات، انا بتكلم على فكرة ان الناس حاسة مؤشرات بحاجة ان ده اول مرة يخش وده ليه سابقة في الحتة دي يعني. كم شهر مع مش فاكر بصراحة بس يعني كان شهور حتى خد بطولة وما كانت الفرقة كويسة او يعني ما دعمهاش لان هو انا بقول لك الملفات الاهم ما تشافتش يا كريم. اوكي انا بهتم بفرقة الكورة وانا عليا فلوس وعارف ان في ايقاف قيد ولو ما دفعش يبقى في غرامة وما حاش عمل حاجة هو او غيره لانه في كذا مرحلة في اللجان وبعدين جه المجلس المنتخب فانا ايا كان هو ان شاء الله ابويا لما خدمش نادي الزمالك انا مش معاه مش انا كل الزمالكاوية. اوكي فاللي هيجي لازم يخدم نادي الزمالك. لكن محمد صلاح بيدعم فاروق في شميكن في حسين السيء للرياضيين بتوع الكورة. اوكي لكن انت مع فكرة انه اي حد بقى ينجح بعد كده حتى لو مش دول انت معاه قلبا وقالبا عشان تدعم النادي كرئيس نادي الزمالك كمجلس ادارة نادي الزمالك هو دول خلاص يا جماعة الف شكر نورتونا وارجو من ربنا ومن الناس نفسي اشوف اللي ينجح يسلم على اللي ما نجحش او العكس طبعا ولو احتاجوا في اي اراء حتى بالخبرة يبقى في ايد بتعاون ايد عشان نادي الزمالك مش يبقى في صراعات او ده ضد مع ده ضد ده التربطات بقى اللي احنا كلنا عارفينها دي. اتمنى طيب خلينا نطلع على فاصل سريع ونرجع نكمل موضوع الانتخابات ده لانه موضوع شائك جدا لكن بعد الفاصل نكمل كلامنا مع كابتن محمد صلاح ضيفنا النهارده في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا لسه في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كابتن محمد صلاح في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وكابتن محمد يعني بتتوقع بانه الانتخابات هتكون شرسه ومش هتعرف النتيجه ولا المؤشرات غير بالليل يومها. قرب بس المايك كده عشان نستمتع بصوتك. ماشي فانت شايف ان الموضوع صعب جدا ومش محسوم والمؤشرات كلها لحد دلوقتي كدابه. في مؤشرات انا بقول لك مؤشرات والله الناس اللي جوه النادي بتقول لك دي عباره عن المرشحين بيروحوا يقعدوا بيتكلموا والناس بتمشي وراهم عادي ده وضع طبيعي يعني. اوكي ماشي. انا كمان عايز اقول للناس واطمنها بحاجه ان الامن في النادي دلوقتي اعتقد في شركه جديده جت النادي ماشي مسيطره على الموضوع الانتخابي يا كريم بطريقه ظريفه قوي جميله. اوكي يعني حمايه المرشحين محدش هتطول على حد. بس انا عجباني الاجواء يا كابتن يعني عمري شفت انتخابات في الزمالك يمكن في العشرين سنه الاخيره هاديه ومحترمه وما فيهاش شتايم ما فيهاش خناقات قبل 20 اكتوبر يعني اللي جايه دي انا حاسسها محترمه يعني فيها كل واحد قاعد والناس حواليه الناس تمام دي الديمقراطيه فانت بتحب فلان بيننا وبينك الصندوق بالظبط كده بيني وبينك الصندوق لكن مفيش بقى انا عشان كده بقول لك نفس الناس تسلم على بعض عادي. طب هو العلاقه كويسه يعني اكيد حضرتك اقرب مني الجو العام في يا قصدي مثلا حسين لبيب بفاروق جعفر علاقتهم كويسه ما اتقابلوش انا ما شفتش يعني رحت النادي مرتين بس ف لكن مفيش حاجة يعني. مفيش حاجة معلنة يعني مفيش حاجة ولا كده ولا كده. لا اوكي لكن لعيبة الكورة بقى الناس اللي هم بتوع الكورة شايف حظوظهم ازاي؟ يعني شايف حظوظ حسين السيد هشام يكن في الحتة سيبك من منصب الرئيس بقى دلوقتي شايفها ازاي؟ هينجح الاثنين هينجح الاثنين ان شاء الله. اوكي وهل هيكون ليهم دور بعد ما ينجحوا؟ يعني هي اللعبة كلها انت طول السنين بتسمع عن لجنة الكورة اللي بتشرف على الكورة لكن مالهاش دور. شايف دلوقتي ان لو في حد بتاع كورة لجنة الكورة دي هيبقى ليها دور يعني؟ طالما في واحد في المجلس كورة يعني هيبقى في كورة لأن النادي كورة كريم. طبعا لكن الملف لما تيجي مثلا تيجي تتكلم هتاخد رأي مين في الأعضاء في الكورة؟ لعيبة الكورة إذا كان هشام أو حسين أو أحمد لو رئيس النادي فاروق هيبقى فاروق الأول رغم إن هو ممكن يوزع ال اسمها إيه المناصب المهمات يعني مين يعمل إيه يعني خلاص لكن ما تجيش من بدري نتفق ان ده هيمسك وده هيمسك ايه وده هيمسك ايه. لكن بالنسبه لك كان في علامه استفهام على فكره انه احمد سليمان قرر انه يتنازل عن منصب الرئيس عشان يبقى عضو مجلس اداره. لا انا قلت في حاجه اول ما عرفت انه الحاجه دي هي ملف الكوره ملف الكوره ولذلك ايمن يونس انسحب. كان ايمن يونس هينزل على ايه؟ احنا كنا عايزينه ينزل رئيس نائب الاول يعني لكن هو كان واخد على ان هو اعتقد عضو مع حسين. اوكي
لملف الكوره. فلما لقى احمد اعتقد ان هو انسحب يعني. لكن شايف انه رموز الكوره في الزمالك اخذوا مكانهم في الاداره، يعني في الاهلي اخذوا مكانهم على مر السنين يعني، سواء بقى كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، لكن الزمالك حصل كده؟ لا، من ايام 91، من ايام الكابتن حلم، بعد كده كابتن حماده امام، وبعد نور الدالي، وما نجحوش. ودي كانت بالظبط كده، كانت غريبه برضه، عملنا كارثه مؤلمه لغايه دلوقتي. فسرتها يعني واحد زي حماده امام ده اسطوره وبتاع، ازاي ما يمسكش رئيس نادي الزمالك؟ ما هو انا بقول لحضرتك الناس تختار. لان انت في الوهله الاولى بتقول لي انا معاك ماشي، وفجاه ما بتدينيش الصوت. فدي اسمه خداع. كان ايه السبب فيه بقى، او كان مين المتسبب فيه يعني؟ كان في ناس اللي مات منهم مات، واللي عايش. طب اللي عايش نقول اسمه، اللي مات خلاص الله يرحمه. لا والله، كان في ناس توفت هي كانت السبب والله. كانوا لعيبه كوره وكانوا ماسكين وكانوا صحاب الكابتن حماد. ياه، للاسف. وكان ايه سبب الخيانه؟ مصلحته في حته ثانيه؟ لا انت عارف الكابتن حماده كان اسم يعني، بالظبط اسطوره يعني. ف انا كنت متذكر كمان ان المشير كان قاعد على السلم، مشير طنطا الله يرحمه، كان بيحب حماده قوي. طبعا. من كتر المفاجاه ان حماده ما كسبش، ده كان ممكن يروح فيها صح يعني، ربنا يا رب يرحمه. فهي بقول لك هي خدعه بتيجي من اقرب الناس ليك. الايام اللي بعديها لازم تتعلم. طب المعلم حسن شحاته ماله؟ ما خدش حظه يعني، ما خدش، ما الناس حتى ما ناديتش انه مثلا يا جماعه فين حسن شحاته؟ هل عشان اتخذ في التدريب فنجح هناك فتمام؟ لا، الدنيا تمام. هو الكابتن حسن عنده كاريزما كده، بيحبش المشاكل وعايز يبقى هادي وما يتعبش، لكن هو ابن نادي الزمالك، واي وقت هيطلب نادي الزمالك هيكون موجود. حلو. حتى لو بالاراء، وهو بيدعم برضه، ولازم بعد كده المرحله الجايه استفيد من كل ابن من ابناء النادي طبعا، وبالذات لو حد جامد يعني، حد ناجح يعني. لا، صح. الكابتن حسن انا يعني انا عشرته كتير، مش عايز اخش في مشاكل يعني. حتى لما طلب منه الدخول في الانتخابات دي، قال لك انا بعيد عن النادي بقى لي فتره، ومش عارف يعني، مش ملم بكل المواضيع. كان في ناس نادت ان هو يبقى ينزل على الرئيس، وهو اللي رفض. مش رفض يعني، ما حبش العمليه. ليه؟ ان هو كان، هو قال صريح واحنا قاعدين، انا بعيد ومش عايز اخش في مشاكل. اوكي. لكن الكابتن حسن قيمه وقامه، مش عايز كلام، واحد لازم نستفيد من الكوره يعني. طبعا هقول لك اسم وقولي رساله. هقول لك اسم من الناس اللي موجوده في الزمالك. نبدا الاول بالناس اللي موجوده في الانتخابات، وبعدين هنبدا هنخش على فرقه الكوره. في الانتخابات كابتن فاروق جعفر، اقول له كلمه؟ تقول له رساله. اقول له كلمه، ربنا يوفقك، ولازم تتعب كتير عشان ربنا يوفقك، ولما تنجح عيد حساباتك لكل الناس اللي كانت موجوده قبل كده واللي معاك، انك انت هيبقى عليك، مش عايز اقول الهم، لكن عليك ضغط مسؤولية كبيرة جدا جدا. ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. كابتن حسين لبيب، اتمنى ان ما تجبرش الناس ان يختاروك. ازاي يعني؟ مشوا في النادي، وان بيدي حق للناس ان هو نجح زي ما احنا متفقين اهو، ان هو الرئيس القادم. الحياة ممكن تتقلب في ساعة. اوكي. لكن اذا نجحت فانت ابن النادي، وان شاء الله تبقى في خدمه نادي الزمالك. كابتن احمد سليمان، الانتخابات اللي فاتت عملت جيم كويس قدام المستشار مرتضى، كنت اتمنى تكمل، لكن دي ده راي وجهه نظرك. نتمنى لك التوفيق في اللي جاي، حتى لو هتمسك الملف بتاع الكوره، ارجو ان فيه يكون فيه عدل وعدم تخليص الحسابات، ونبدا صفحه جديده مع كل الناس. هاني العطال، اشكرك على اللي بتعمله في خلال الايام اللي فاتت. ان شاء الله تنجح وتكمل، ويا ريت كل الناس تبقى زيك. حسين السيد، حسين في اللجنه اللي فاتت انت كنت اعتقد كان ليك حاجات كويسه. ان شاء الله لما ربنا يوفق وتكمل، انك انت لعبت في النادي وكوره، لعيب كوره. هشام ياكا، حظك كان وحش الانتخابات اللي فاتت، رغم انه اعتقد جاب 13,000 حاجه زي كده. ان شاء الله توفق في المرحله اللي جايه دي، وتكون عون اذا كان فاروق او حسين في
تدعيم ملف الكورة وإصلاح ما تم إفساده في المراحل اللي فاتت من القطاعات اللي موجودة في الناشئين أو الأكاديميات، وتعملوا حاجة كويسة لنادي الزمالك. باقي الناس بقى اللي نازلة كلها، مع كامل الاحترام والتقدير لأساميهم يعني، لكن باقي الناس اللي نازلة كلها في الانتخابات دي، كلكم زملكاوية أصيلة، كلكم بتحبوا النادي، أتمنى اللي ينجح يكمل ويخدم نادي الزمالك، واللي ما ينجحش يدعم اللي نجح عشان نادي الزمالك. المجلس السابق لو عايزك، لو قلت لك توجه له رسالة، شكرا على اللي انت عملتوه، وآسف على اللي حصل، وعمرنا ما نسينا رئيس نادي أو مجلس إدارة جه، ليك ما عليك واللي عملته إحنا مش هننساه، وأرجو إن إحنا نشوفك في النادي ونبدأ صفحة جديدة مع اللي جاي جديد. يعني أنت مش زعلان خالص من مجلس مرتضى منصور؟ زعلان منه؟ آه زعلان طبعا منه. هما بتشكروا على إيه؟ لا ده رئيس نادي، لا لا زي أبو الفتوح، زي كابتن نور الداري، زي كابتن حلمي، زي كابتن كمال درويش، الناس دي كلها. بس الناس مثلا النهارده الزملكاويه لما بيفتكروا دكتور كمال درويش بيفتكروا الحلاوه يعني، حاجات حلوه اكتر من حاجات الوحشه، لكن الناس لما بتفتكر الاستاذ مرتضى منصور بيفتكروا حاجات وحشه اكتر من الحاجات الحلوه. محدش كان يقدر يتكلم مرتضى منصور ماسك، وانت معايا ولا مش معايا؟ كان ناس كتير ما بتتكلمش يعني. ناس كتير ما بتتكلمش. اه بتتكلم دلوقتي، اغلب الناس اللي ما كانتش بتتكلم وقتها بتتكلم دلوقتي. حلو إيه؟ هل ما كانش عندك الشجاعة ولا جات لك الشجاعة دلوقتي؟ ده وقت وعدى. حلو. الحلو فيه ناخده والوحش نسيبه، لان ده مكتوب في التاريخ، مجلس ادارة نادي الزمالك سنة كذا بقيادة كذا. اوكي. وده وضع طبيعي زي اللي السابقين. انا فاهم انا فاهم، بس زي ما بقولك هي فكرة انك تفتكر المجلس بالخير ولا لا يعني. لكن ما اقدرش انا اقول استغفر الله يعني ايام سودة اللي شفناها. لا لا ما اكيد فيها حاجات كويسه، محدش يقدر ينكر. انا عن نفسي، بس انا بتكلم على انه الناس دايما بتفتكر يعني فتره، حتى المدربين بتفتكر له الحاجات الحلوه ولا الحاجات الوحشه، بتفتكر له ايه اكتر فيه. بس في عندك حلو عندك وحش. طب مش كله كده ولا طب كله طبعا طبعا مفيش حد عمل كل حاجه وحشه. انا بقول لك انا حضرت 2014 النادي كان ايه وبقى ايه. على فكره دي شغله اللي رئيس النادي، اه يعني مش بيجيب على الناس. فاهم. فتعمل حاجات كويسه الناس اللي تيجي تكمل وتعمل قدي ده ان شاء الله 10 مرات. اوكي. لكن انا عن نفسي يا كريم ما اقدرش، انا شفت معاك ايام كويسه وايام وحشه، ما اقدرش اقول لك لا دي كلها وحشه واقعد اشتم. لا طبعا طبعا انت راجل برضه مش حقاني. كنت اتكلمت وشتمت وانت موجود، الناس دي موجوده. صح جدا. طيب ندخل بقى على فرقه الكوره. اه رسالتك لزيزو. انا بحبك واول مره اشوفك عصبي وانا عارف عشان الضغط اللي عليك. انت استمتعت بنادي الزمالك ونادي الزمالك استمتع بيك، وانت محترف فعلا والله يا كريم، فعلا محترف. صح جدا. فعلا صح جدا. فايام وهتعدي وياما استحملت. متعنا واستمتع، واللي جاي ان شاء الله يبقى احسن. فتوح مزاجي في الكوره. انا يعني هو مزاجي في الكوره. ما بحس ان هو بيلعب او الكوره في رجله، انا بحس ان حريف قوي من زمن تاني غير الزمن ده. يعني مع مثلا مع الفن والهندسه زمان مثلا يعني. بحذره او بنبهه العضله اللي هي اللي بتتعبه دايما باستمرار، دي عضله البطن، لازم يهتم بيها كويس قوي قوي قوي، وما ينزلش لما يكون سليم 100%، عشان دي ممكن تعطله في اوقات كتير. تفتكر انه ممكن يروح الاهلي؟ لا لا خالص. ها انا بقول واثق. لا اوكي. واثق عن طريق حوار معاه ولا واثق عن طريق لا. معرفتك بيه؟ معرفتي بيه. معرفتك بيه. اوكي. رسالتك لشيكا. ربنا يخليك ويديك الصحه ويطول في عمرك، ونفسي اشوف 10 شيكا في نادي الزمالك والله يا كريم. شوف شوف النجوميه دي كلها ولا تلاقي له مثلا في السنه غير حديث واحد او يطلع ظهور مره. ان هو بعيد عن الميديا دي خالص، ويمكن حتى هو مكروه في الحته دي. لكن هو يعني زي ما قلت لك في الاول، هو العلاقه اللي على حق الكابتن بتاع نادي الزمالك ان يعملها، هو عملها وهو صغير في السن. اوكي. حب الجماهير ليه دي مش من فراغ. مم. فاكر انت الاشاعات ما بياخدش بطوله ومش عارف ايه وبتاع حاجات كده. دلوقتي ايه
لازم يبطل، ده مش قادر، ده يلعب ربع ساعة. شيكا لو اديته ساعتين يلعب، يلعب عادي. مش شرط يبقى ساعتين ويكون موفق، فاهم؟ لكن واحدة دي يعملها تيجي جون، صوره بص يحمس اللعيبة. يعني انا قلت لحضرتك المكسب بتاع نادي الزمالك هو نمرة واحد في غرفة الملابس، وبعدين الونش في الرايح والجاي. صح صح صح، توجيه الكلام. انا بتمنى يكون بصحة جيدة وربنا يطولنا في عمره. رسالتك لأوسوريو؟ والله شوف انا مش ضده، لكن انا بقول له يعني الامر شورى، وده من دين بتاعنا يعني. حبب اللعيبة فيك انك انت مدرب كويس، وطول ما انت بتكسب فاحنا بنطالب بيك وبتشيلك على راسنا من فوق. رسالتك لمدحت عبد الهادي؟ يهدي اعصابه شويه، وغالبا لازم يبقى همزه الوصل بين اللعيبه وبين المدير الفني، وهو قادر على كده، بس انا عارف انه عصبي شويه فلازم يهدى. رسالتك لمحمود علاء؟ انا واثق ان الازمه اللي فاتت كان فيها سوء تفاهم، وعشان كده علاء ما اتكلمش، وطالب ان انا هطلع اعتذر للراجل والجهاز قدام اللعيبه كلها، ودي شيمه الرجال، لان هو عانى السنه اللي قبل اللي فاتت مع احتكاكه بالجماهير، ومفيش حد قد الجماهير. انا بقول لك اهو، طبعا، ورغم ان هو ادى في الاتحاد اداء جيد جدا جدا. اتمنى لك التوفيق، ونبعد بقى شويه عن الانذارات والطرد وبتاع، لان خط الدفاع محتاجك. رسالتك للونش؟ ترجع بالسلامه، وحشتنا، وقوه قوه كبيره جدا دفاعيه لنادي الزمالك، نتمنى له الشفاء. انا سمعت انه يرجع بعد حوالي 3 شهور او شهرين، فان شاء الله يرجع بالسلامه ان شاء الله. هطلع لفصل وبعدين نرجع بقى نلعب. نلعب، كلمنا بقى بجد بقى نلعب شويه. بس هنلعب لعبه صعبه يعني، وانا حاسك جاهز الصراحه، مش عارف ليه. انا بتمرنش، خلي بالك، بس حاسك جاهز. طيب، حاسك فورمه يعني. بعد الفاصل نكمل كلامنا مع كابتن محمد صلاح في الاستاد، خليكم معانا. بص بقى يا كابتن مصر، احنا عندنا اللعبه دي اول جزء فيها اسمه الحقيقه في دقيقه. الحقيقه في دقيقه، ما عليك غير ان انا لما اسالك اي سؤال فلترش الإجابة، يعني الصح قولهولي على طول، طق على طول، ماشي؟ ربنا يستر. استغربتك من شوية لما قلت أنا بدعم فاروق جعفر رغم إن الناس كلها عارفة إن في خلافات ما بينكو، إيه اللي حصل؟ أولا مفيش خلاف بيني وبين فاروق، شخصي شخصي، مفيش خناقات ولا أي حاجة والله، ولا خلاف بجد؟ فاروق أمال إيه بقى؟ مناوشات. سألت سؤال، فاروق جعفر خد بطولات في التدريب ماشي، ولا انت؟ قلت لهم انا صعدت مثلا باربع فرق في مصر واتنين بره، ده عادي. اوكي، يعني مفهوش انا ما اقدرش اكذب، ولا اللي بيقول لي الكلام ده اكيد جابه من حته يعني، ماشي. ومع ذلك قلت لو فاروق مثلا عنده اعتراض او حاجه يقول، ماشي. قلت فاروق خد البطوله في نادي الزمالك مع مقاي سنه اعتقد 92، صح، ودي حقيقه. خلاص، ايه المشكله بقى حصل؟ كل رتبت امورها بقى، ده زملكاوي، ده مش عارف ايه، مش عارف كنت ايه، الامور خدت حجم اكتر من حجمها. لكن انا بقول لك صراحه، عند الانتخابات قلت له لا مش هديك، لان لكن لما بقى رئيس القيمه بقى بتاعت نادي الزمالك اديله، ولو كلنا مع اصل الناس استغربت لانه حست من كلامك في الفتره اللي فاتت ان كان في شويه تقليل من كابتن فاروق يعني في يوم الايام. لا خلي بالك، والله العظيم مش عشان انتخابات، فاروق كابتني ماشي، وانا اشتغلت معاه مساعد في البلديه والمصري. ما هو عشان كده الناس استغربت ان حصل خلاف. ما انا بقول لحضرتك السؤال اللي حضرتك بتقول لي فيه دلوقتي، بتسالني في خلاف بينك وبين فاروق، اقول لك او لا. ليه لا ليه؟ ماشي، سالت السؤال وجاوبت عليه. طب يعني ما قلتش في يوم من الايام ان هو مش زملكاوي؟ لا، هو كنت في برنامج، كنت معايا هنا في مره من المرات، مين اللي طلع منشيت انا اهلاوي؟ حد كنت، لا معرفش، انا بتكلم على فاروق اهلاوي او قال قلت له طلع لي. ماشي، بس لكن خلاف شخصي مع فاروق عمري، والله العظيم، وسيبك من الانتخابات، والله العظيم شخصي ما فيه. اوكي، شايف ان هو يصلح يبقى رئيس نادي الزمالك؟ وليه لا؟ وليه لا؟ عشان الحاجات اللي قلتها لك.
ما عندوش قايمه زي حسين لبيب. هو يتحمل دي عشان مشكلته مع ممكن سيف. يعمل قايمه لعلمك او فكره انه سيف مشي وهو موجود او هو يعني في يعني عايش ويرزق وبتاع وسبب انه يمشي من الزمالك. انا عشرت القصه دي بتاعت هو يعمل ايه لسيف؟ يتكلم معاه الغلطة الأول يوصل يعني يخلي في الناحية الإدارية يوصل 50% 50 يعني نص ونص. أنا حضرتك هنا عقدي هيخلص بعد أسبوع بعد شهر حلو. لو سبتني هقولك سهل جدا. العقود بتاعتنا في التدريب بتقول إيه؟ يتم التجديد للموسم القادم باتفاق الطرفين في خلال مثلا شهر. طيب أنا ما جيتلكش ولا أنت جيت لي. أنا أعرف إن أنت مش عايز وأنا مش عايز خلاص. مفيش حد قال للتاني نجد او نقعد. ولا اللي حصل انه النادي عرض على الولد 1,000,000 جنيه وهو هناك معروض عليه 8. لا 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 خلي بالك الاحتراف يعني ما بالفلوس دي يعني ما تدخلش فيها في ناس عايزه تدفع. لكن ان انت تسيبني لغايه. طب وهل الزمالك ما كانش عايز سيف فاروق جعفر؟ انا ما اعرفش ما مستحيل ما دخلتش ولا كان عايز يوسف اسامه نبيه. هو الفكره ان هم عرضوا عليهم 1,000,000 جنيه. كان بيخطط لاسامه لان كان في مشكله بينه وبين اسامه وابوه هيمشي مش هيمشي. القصه اللي انت عارفها الايام فاتت بس انا اللي عارفه يعني ان ملخص القصه هي موضوع كده ان الزمالك عرض عليهم 1,000,000 جنيه في الموسم وبيراميدز عرض 8 بس كده. فلو كان هو قرب المسافات طب ادوهم 4 طب ادوهم 5 طب يلا طب ابن النادي طب بتاع. مرتضى قال لك ده قاعد معاه مضى الاربع عقود وقال هوديهم للوالده والقصه اللي انت عارفها دي. ايوه عشان كان العقد ب1,000,000 جنيه في السنه. ما هو ده مش رقم برضو بالنسبه للعيب يعني. هم مرضوش بالفلوس. ايوه طب من حق اللعيب. ما عشان كده بقول لك انه فكره ان الناس لامت بقى على كابتن فاروق ان في انت في ناس جت ب 10 20 مليون ما ادتش اي حاجه النادي الزمالك لغايه دلوقتي. صح هو على عرض وطلب او يعني عشان بس هو سيف واسامه عشان يعني متربيين في النادي فالامور كانت صعبه شويه. طب عشان ابوهم يعني ابو ده وابو ده نجم كوره في الزمالك. بس انا بقول لك فرصه لعبهم كانت في الزمالك اكتر من بيراميدز. هتشوف ما هم ما لعبوش لحد دلوقتي في بيراميدز. يعني هو موضوع مثلا خلي بالك تامين مستقبل زي ما بيقولوا او فلوس ده احتراف. اوكي لكن ما تقدرش تلوم على الاب ولا اسامه. ما تقدرش تلوم على الاب يعني خالص. ها ما تلومش على اسامه نبيه ولا فاروق جعفر ان ولادك مشوا بسبب الفلوس وحاجات كده. لا طب اشمعنى الناس لامت على كابتن اكرامي ساعه لما رمضان مشي من الاهلي راح بيراميدز؟ اشمعنى الناس لما ايه اللي غيروه في اكرامي؟ يعني ايه يعني اكرامي قال له تروح بيراميدز ما تروحش الاهلي؟ لا يعني ان هو وافق ان هو ما هو اكيد كان عارف التفاصيل. ما هو ما تقنعنيش ان هو ما كانش عارف مش ان جوز بنته عايز يروح يروح بيراميدز. جوز بنتي في البيت مش في الكوره. انا زملكاوي هقول لابني ايه؟ شوف مصلحته نمره واحد. لكن هو عايز يشوف مصلحته بس ما تاذينيش. ما انا هتأذي. انا قصدي بقى في النقطه دي انت انا بسبب اللي انت هتعمله اختيارك ده انا هتأذي. الجمهور هيقلب عليا وده اللي حصل. تمام الجمهور الاهلي قلب على كابتن اكرامي وجمهور الزمالك قلب على يوسف على فترة. على كابتن اسامه وكابتن فاروق. هيعرفوا ان الله حق في ايه؟ هيعرفوا ايه؟ مش ان هو موضوع هيبقى موضوع فلوس بس مش لعب. يعني هو موضوع فلوس. سيف ويوسف لعبوا قد ايه في نادي الزمالك في وقت قد ايه وقارن السنه دي. ما لعبوش السنه دي وصعبه فرصتهم يعني صعبه يعني في اللعب. يوسف لعب دقايق 3 دقايق في ماتش لعب باك رايت اعتقد ماتشنا لما نزل مش لعب باك رايت في الاخر هناك. وبعدين سيف الماتش اللي فات مش موجود. فالامور لا انت كنت في نازل عليك كل ماتش محطوط او بتنزل او بتبدا. فالامور الكرويه اختلفت وهتختلف وممكن ما يكملوش كمان في بيراميدز. وارد كل شيء وارد. طيب ما نزلتش الانتخابات ليه يا كابتن محمد؟ هل عشان مالكش في الاداره والقصه دي خالص ولا علشان ما تتحسبش على حد؟ لا لا بالعكس انا اخش لنفسي. ما هو برضه هتخش في قائمه حد. اخش طالما بص انا واخد طباع عن نفسي انا شخصيا عن محمد صلاح لو ما خدمش ناس الزمالك ما اقعدش في ناس الزمالك. ماشي. حتى لو من بره. اوكي. لكن انا زي ما حضرتك قلت يا كريم انا ماليش في الناحيه الاداريه. ما بتحبهاش. مش بحبهاش يعني انا ماليش فيها ما اقدرش اكذب. واقول لك مثلا انا مثلا مشرف عام على الكوره هعمل واسوي. لا انا عايز حاجه فنيه. ولذلك ساعات كنت بخش رئيس الجهاز الفني. رئيس فني مش اداري. ماشي. يعني انا ما درستش اداره. فاهم قصدك. الاداره دي حاجه تاني. بس اعتقد ان كل لعيبه الكوره اللي موجودين في الانتخابات دي ما درسوش اداره برضه. داخلين بتاريخهم يعني. التاريخ مش هيبقى كفايه في مش عايز اكلام بس كده خلاص بس. صح خلاص قصرت المسافه. طيب هل مش خايف انه ايا كان مين اللي هينجح
ان هو يقول لك لا محمد صلاح ده من رجاله مرتضى، فما تجيبوهوش مدير فني، ما تجيبوهوش مدير فني ناشئين، ما تجيبوهوش مدرب عام، ما تجيبوهوش اي حاجه لانه كارت محروق ولا يهزني خالص. انا قلت لك انا واثق في ربنا وفي نفسي. اوكي. الزمالك بره جوه. طب انا على فكره من 2018 اشتغلت فتره في معاميده في قطاع ناشئين حوالي 6 7 شهور. ما اشتغلتش بعد كده، اشتغلت بره. لا لا، النفوس الضعيفة دي لازم هي شوف بقى الفرصة جدا. النفوس الضعيفة دي لازم تتغير تفكيرها في نادي الزمالك، اللي هي اللي تخليص حسابات ده مع ده، ما فيش حد مع ده. اوكي. انا بقول لك اللي بيش مرتضى دلوقتي كان فين لما كان مرتضى موجود؟ كان في ناس بتتكلم برضه يا كابتن محمد. ترفناش بتكلم من تحت لتحت، يعني مش قصدي مش زي دلوقتي. لا طبعا، ما هو دلوقتي برضه الموضوع يعني خلاص بقى كل واحد يعني شايف. مش عايزين بص يا كريم، مش عايزين ايه عاش الملك مات الملك. لا بس انا مش بتكلم على النقطه دي، انا بتكلم على نقطه انه لما تبقى محسوب على حد ايا كان اسمه ايه، محسوب على حد، مش ده بيقلل من فرص ظهورك في اي منصب جوه النادي؟ اذا كنت لو انت حطيت في دماغك التحدي ده. انا هقول لك على حاجه ماشي. انا عمر مرتضى ما خدمني في حاجه خالص، لكن صديق ماشي. غير ان انا جيت مرنت، احنا مرنا عشان احنا زملكاويه مش عشان مرتضى. بس الناس انت فاهم، الناس كانت بتقول انه هو بيجيب الناس معينه علشان بيسمعوا كلامه. لا لا لا، في الكوره والله كان دايما بيقولوا كده. خلي انا بكلمك بلسان الجمهور. الجمهور بيقول كده. عمر مرتضى ما دخل غير في قلت لي كده قبل كده. انا قلت لك بقوله في كل حته دي حقيقه ماشي، ومعايا ومع غيري. بس قصدي مثلا لما كان يبقى في اجتماع ما بينه وما بينك وما بين اي حد من الناس اللي هي كان بالبلدي بيتقالوا رجالته، يعني ما كانش بيتكلم معاكوا في اساسيات الفرقه وكلام في صميم الفرقه، مش قصدي التشكيل بس، اللعيب ده انتم مدينه اكبر من حقه، من حقه. لا. اللعيب ده ما بيلعبش ليه؟ الحاجات اللي هي قال حاجه واحده بس، خليكوا عادلين في التشكيل ماشي عشان تكسبوا. اوكي. ولو حد مقصر، يعني مثلا في واحد مثلا ما بيجيش تمرين او بيتاخر ما بيلعبش، فيجي يقول لك فلان ده عامل مشاكل معاكم، قولوا لي وانا اخصم منه فلوس. حل. بس ماشي. لكن اللي لعبه فلان ولا شيله فلان ماشي، او ده متخانق معايا شيلوه خالص، مفيش الحاجات دي خالص. انا على الوقت بتاعي ماشي. اوكي. مع زمايلي ايه ماشي، لكن انا بقول لك اللي مش يعني بس لو انا محسوب على حد خلاص، انا لا انا طول عمري في نزلك لا اطلب شغل ولا عايز حد يشغلني. انا شغلني شغلي يا بلاش. اوكي. فانت ما اتجاملتش تقصد يعني ولا مره؟ هتيجي مثلا كان فاروق جعفر نجح ما شغلنيش هزله؟ لا. بس هل هتبقى مستني انه يرد الجميل بتاع ايه؟ انك دعمته وقفت ضد انك انا صوت لا لا ما ينفعش. بس قصدي انت يعني دايما بيتقال كده في الانتخابات، الصداقه والزماله والخبره واللعب ده كله شيء وان انا اديك صوت، يعني ايه اديك صوت؟ دايما بيتقال كده يا كابتن في اي حته، في اي نادي، مش بتكلم على الزمالك بس، في اي نادي يقول لك اصل ده ما كانش واقف معانا في الانتخابات، ده كان مع فلان، فما بتلاقيهوش بقى بعد كده ليه اي دور في النادي. ناس كتير. لا هو في حاجه بقى ممكن زي ما حصل في الاهلي مثلا، ما بيحصل في كل حته، عشان كده بقول لك في اي حته لما انجح هشغلك وبعدين نجح ما اشتغلش، دي حاجه تانية. اوكي. لا انا مش كده. ماشي ماشي. ولا انا بدي فاروق او ادي هشام ياك عشان حد يشغلني. لا انا شايف فيهم ممكن يخدموا نادي الزمالك. حلو. اوكي. لان الكلام ده دخل ده قديم قوي. انا بس انجح بس انا اظبطك. في ناس بتزعل خلي بالك. انا لو في اسماء انت عارفها طبعا وخرج بره النادي الاهلي عشان انها كانت هتشتغل. لكن الشغل او الاماكن او الحاجات دي بتلهي ممكن انسى، لكن مش شرط. اوكي. بذكر الاهلي، زعلان من امام عاشور انه راح الاهلي؟ زعلان. انا لا هتكلم ان هو لعيب كبير، يعني لعيب كويس، محدش يختلف على ده. لكن اللي عمله لما جه من ميتلاند والزمالك وراح قاعد مع اللعيبه وبتاع، انا يعني كنت قلت بقول ايه الخاين ليه؟ انك انت قلت عليه خاين. في المرحله دي ليه؟ انت تواجدك في نادي الزمالك ده دليل ايه؟ حب. وان النادي انت شايل يعني الايام الحلوه اللي أوكي. انت عشتها. ماشي. خلاص؟ ورجعت تاني لما عرفت هذا صحيح او حد يكذبني، يعني ان قالوا له احنا مش هنقدر نخش في مفاوضات تاني، انت خلص نفسك واحنا يبقى عايزينك. ده ممكن تعمل له قلق، عدم اهتمام ممكن النادي الاهلي عرف راح جاب او دفع
ده حقه من حقوق الشخصيه هو. حلو. كان قلت على خاين في الحته اللي قبل ما حد يقول له حتى انا قلت لا يجوز ان انت تقول للعيب روح خلص نفسك وتعال. انا معلوماتي ان ده اللي اتقال له ومعلوماتي وانا متاكد منها بنسبه 100% ان اتقال له احنا ملناش دعوه مش هندفع حاجه انت لو عايز تيجي تلعب في الزمالك خلص نفسك وتعالى خلص مخلص. وموضوع انه كمان اتقال له بما معناه انه العقد مش هيبقى عقد كبير قوي وحاجات كده فهو لقى ان كل حاجه هنا مقفله وكل حاجه هناك مفتحه طب اختار ليه هنا صح انا بقول لك دي بقى اشمعنى هدي الحق لسيف وبينه وبينه ان هو من حقه يعمل كذا 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 كذا. طب ليه وصفته بالخاين لو لو لا لو لان هو اصلا بص يا هو جه ادالك ادالك الاولويه قصدي مش عارف بقى القصه دي انت اول ما جيت من السفر جيت على اهلك ماشي بس لكن انا اول ما عرفت ان القصه دي يا كريم قلت لا هو من حقه ماشي طب حش اهتم بيا ولا احترمني بالظبط كده هو بالبلدي كده واتقالت لي منه هو شخصيا انا اتطفشت بالبلدي طيب انا يبقى ما تلومش عليه بتلوم على اللي عمله كده حتى بحبه في المحله لا لعيب كبير ما تقدرش ابدا تقول كده يعني طيب بالنسبه لك في تصريح اتقال من فتره كده عايز اشوفه من وجهه نظرك كابتن حسين لبيب في احد اللقاءات التلفزيونيه قال ما تخلونيش احط في دماغي ان انا اجيب لعيب من الاهلي شايف انه تصريح إيه؟ زي ده تصريح انتخابي انتخابي ما هنرجع يا جماعه يا جماعه عموميه لو سمحتوا عايزين نلغي موضوع الهتافات وان انا هوعدكم خلاص ماشي. خلي بالك احنا عايزين نلغي بقى الصراع بتاع الاهلي والزمالك عشان خاطري لان زاد عن حده وعمل فجوه كبيره جدا في الشارع بقى سخيف بصراحه في تعدي كتير قوي سواء بالالفاظ او بالاخر لا دي كوره وكرة شريفة مش احنا بنستمتع بيها اوكي اللي معاه فلوس يدفع ماشي لكن مش عايزين نخش في اهلي والزمالك لان الموضوع بقى سخيف شوية صح بس صح جدا ماشي مين المدرب اللي لو قال لك تيجي تشتغل معايا حتى لو رابع هتوافق ميدو ياه ده انا افتكرتك تقولي مثلا حسن شحاتة لا كابتن حسن دلوقتي خلاص مش هبقى انا فاهم انا بتكلم يعني افتكرتك تقول لي اسم اكبر منك يعني اكبر قلت منك قلت او اقدم منك قلت لي ايه حاجه مفاجاه جدا بجد والله ميدو لو كان ركز في التدريب كان يبقى حاجه كبيره قوي ان انا قريت عنده حاجات بتاعت اوروبا بقى ماشي وانا حتى قلت له خلي بالك الحاجات مش هتتنفس في مصر الا بوقت كبير قوي انا عايز مساحه طب هو ايه اللي خلاه ما يركزش في التدريب في يعني هو الاعلام اللي خده من التدريب ولا هو اللي فتح ببان كتير قوي في وقت واحد فتشتت لا ما هو كان عنده تدريب واعلام بس ما عندوش حاجه تاني عنده تحليل وعنده حاجات كتير ماشي يعني كلها كوره واكاديميه ومش عارف يعني عنده فاتح حاجات كتير انا قصدي ان هو كان ممكن يركز في حاجه واحده بس يكبر فيها جميع المدربين عندهم اكاديميات عندهم بتاع لكن هو ممكن يكون اتصدم في الفترة الأولى إن عمل مع الإسماعيلي حاجات أنت متذكرها طبعا في الفترة الأولى وكانت جت مشكلة حسن عبد الرب وهو بتاع لو بالزبط. كان كمل في الإسماعيلي كان الإسماعيلي بقى ليه شأن كبير في الكورة والله بجد إن كان معاه لعيبة كويس قوي وبتنفذ له وهو من الشخصيات اللي تتحب يعني أوكي. أنت لو في الملعب تحبه إن هو اجتماعي والعامل النفسي ولارج قوي وراجل بتاع بيصدق وحاجات كتير اللعيب بيشوف الحاجات دي بيحب يعملها مع المدرب اوكي لكن انا بس قعدت معاه 29 يوم خدنا الكاس وكان شهر جميل جدا بس انا استغربت انك ان لا ما يعني في ناس تانية كتير فاهم بس ده اول واحد جه اوكي طب انت دربت لعيبه كتير قوي يا كابتن محمد قوي 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 يعني فخليني اسالك بقى عن اللعيبه اللي انت دربتها اكتر لعيب احبطك في مشوارك ده كله يعني انت كنت مستني منه حاجات واتكلمت ووعدك وحاجات بس ما ادالكش حاجه ما لا انا الذاكره عندي متخلفه شويه والله العظيم يعني مثلا قلنا ايه في الزمالك مثلا احباط ده احنا كان عندنا لعيبه في الزمالك يا لهوي تاكل الزلط والله العظيم ماشي بس ما اكلتش الزلط يعني طب انت ليه بدات بالاحباط يا كريم طب اديني العكس العكس كان طلبه حماده طلبه واو ها ماشي يعني ما كنتش مستني منه بس ادالك اكتر من اللي انت مستنيه عمره بقى لا يعني اول واحد لعبته باك ليفت وهو اصلا شمالنا عنده ميته خالص
تحس انه لعب مثلا 10 سنين. صح، عشان هو لعيب راجل جدا بس كده. كان جنبه مين بقى؟ ديودار وعلي جبر وكوفي وكوفي وكان أوه. في حازم أوه. لا كان يعني ايه، حتى لو هو وحش الثلاثه هيشيلوه. صح، ده كان نموذج لل لا تقول لي سن، هو التدريب. صح، هو المجهود. اوكي، وسبحان الله لغايه ما لعب في منتخب مصر، فاكر انت في بالظبط كده نيجيريا طبعا، وكان سبب من اسباب ان احنا نمشي كويس الفتره دي. يعني مين اكتر لعيب دربته كان دمه خفيف؟ لا في كتير، في احمد يعب ملك طبعا، ده فشخ بقه على طول. والله لذيذ. صح ماشي. طب مين اكتر لعيب دربته وحسيت ان هو دماغه سوحته في الكوره؟ دماغه سوحته يعني، هو كان امكانياته جامده جدا بس المخ مش معاك في الزمالك، في اي حته، في اي، انت دربت كل مصر الا الاهلي يعني، صح؟ يعني تقريبا يعني معظم الانديه. يعني على مستوى الزمالك اللي هو الذاكره اللي اسلام جمال، كان لعيب برضه، كان مدافع كويس لكن دماغه ما كانتش معاه، دماغه تعبانه. ماشي، طب مين اكتر لعيب كان بيتخانق معاك في مشوارك؟ لا ما حصلش خالص، لا لا لا. مش اي حد كنت بتختلفوا كتير وحاجات؟ شوف انا اقول لك، بس الازمات اللي عملها كهربا كانت مع اللعيبه. اوكي، كانت مع اللعيبه مش معاك انت؟ لا لا، ولا مع الجهاز يعني. كان ساعتها كان كابتن محمد حلمي، كان في مؤمن، يعني في ناس كتير. لا بس هي كانت لعيبه يعني، احتكاكات ملعب. يعني مره مع طارق، مره مش عارف مع باسم، مره مش عارف كده يعني. ماشي، لعيب اهلاوي كنت بتتمنى انه يلعب في الزمالك من كتر ما كان بيعجبك في الكوره؟ عماد متعب. صح جدا، ماشي ماشي. لعيب اهلاوي كان بيلعب ضدك في ماتشات الاهلي يعني، وكنت دايما بتبقى شايل هم الماتش ده يعني في التدريب؟ لا يعني عامه وانت بتلعب او انت بتدرب، الاثنين تمام. قول لي مين. وليد سليمان. والله اوكي. طب وانت بتلعب؟ شريف عبد المنعم. كان لعيب جامد. ها الله يخرب بيت الزمن اللي ما خلاش ده يبقى لعيب على طول ويبقى في المنتخب. والله كان لعيب كبير قوي كده قوي، بس التركيز يعني ما كانش في الكوره. انا شرابا هو احمد عبد الحليم في العجوزه. تحس ان الكوره مطوعاه. بس هو ما اعرفش هل يعني البيئه اللي كانت محيطه بيه، هل بيروح التمرين اتمرن كويس وكده؟ لكن لما كان بيلعب حتى لو ماتش او ماتشين بيبقى بيفرق مع الاهلي. مين احسن مدرب مصري في تاريخ مصر؟ كابتن ابو رجيله. من ما افكر والله كابتن ابو رجيله اقوى من كابتن حسن ومن كابتن جوهري ومن كابتن الناس دي. انا بتكلم على فنيه على هو اسوء مره حسن. ماشي، انا بتكلم على الزمن لا انا مش دعوه مين درب مين، بس انا بتكلم على امكانيات فنيه بعد كده. التاريخ بيقول هو حسن شحاته وبعدين الجوهري. يعني كابتن حسن احسن من جوهري بالنسبه لك بالبطولات؟ بس التاني برضو اخد كاس امم وصعد كاس عالم وعمل حاجات. ده تلاتة. ماشي، بس انا بتكلم على انجازات يعني، الاتنين يعتبروا عملوا انجازات طبعا، لكن كفنيات طبعا. كابتن حسن استحالة يكون مفيش فنيات وتاخد بطولات. ما انا فاهم، حتى لما يكون معاك لعيبة كويسة. اوكي، انت بتحرك الناس ازاي؟ ماشي، فبالنسبة لك لما تيجي تقولي خد جيل كله لعيبة كورة واخد بطولات، يبقى انا مليش لازمة بالقصة دي. فاهم، اللعيبة هي اللي خدت. ماشي، هي كلها منظومة. اوكي، فبالنسبه لك كابتن ابو رجيله ده وكابتن حسن وبعدين كابتن جوهر. طبعا. اوكي، مين تشكيله مصر التاريخيه بالنسبه لك؟ يعني احسن حارس مرمى في تاريخ مصر. في كتير على يعني ابتداء من اكرامي مديني واحد. واحد تشكيله الحضري احسن اتنين مساكين في تاريخ مصر. انا ذاكرت من ايه؟ في كتير، في كتير قوي. طب قول لي اسماء، قول لي اسماء. ابراهيم سعيد، وائل جمعه، هاني رمزي، هاني سعيد. لا اول واحد ابراهيم يوسف. ابراهيم يوسف. في كتير قوي. ماشي، ابراهيم سعيد. ابراهيم يوسف وابراهيم سعيد. باك يمين ابراهيم حسن، احمد فتحي، محمد صلاح. في كتير قوي برضه. لا شيلنا انا من الموضوع، هشيلك انت. ماشي، ابراهيم حسن. باك شمال احمد رمزي، ربيع ياسين، سيد معوض، رمزي. اتنين ديفندرات مين؟ حسني شوقي، احمد حسن، حسام غالي، مجدي عبد الغني، اسماعيل يوسف، تامر عبد الحميد. في كتير قوي. هو انت عايز مين؟ مدافعين ولا مدافع بالمتر 6 و8 مثلا؟ واحد 6 واحد 8. طب يعني واحد اللي هو مدافع وواحد بيلعب لقدام. رضا عبد العال في 8. ماشي، حسام غالي وحسام غالي. اوه ماشي،
التلاتة اللي تحت راس الحرب، واحد يمين واحد شمال واحد في النص، صنع العاب. مصطفى عبده اوكي، علي خليل اه، ممكن الخطيب ماشي. خلي بالك احنا انت بوصل الاجيال معايا دي، خد يعني من اي جيل. هقول لك مثلا لما تيجي نتكلم عن حسن شحاته في الجيل ده اه مش هتلاقي زيه ماشي. هيبقى في مثلا فاروق في نص الملعب، هتلاقي مثلا شحته الاسكندراني اه خلاص ماشي. في ابراهيم يوسف الله يرحمه بتاع المحله، في ناس بتاع يعني ناس ما تعرفهاش، انا مش هبقى شفتها بس ماشي. انت بس قول لي انا جيل عشان ما نجيبش لا من كله والجديد. انا بالنسبه لي من كله، انا بقى انا مثلا لما اخترت تشكيلتي انا اخترت من اجيال كذا جيل يعني، ما عنديش كلهم مع بعض يعني. لا مش شرط اخد من نفس الجيل عادي انا بس يعني مثلا جيل المحله ده لما تيجي تقول فراود، هم الثلاثه فراود كان عمر عبد الله وعماشه وعبد الرحيم خليل مثلا. طب بالنسبه لك مين احسن مهاجم في تاريخ مصر؟ مهاجم مهاجم تسعة ولا طب مهاجم؟ طب مهاجم قول لي بس نصنف حسن شحاته ايه؟ هصنفه مهاجم. مهاجم اه يعني هو كابتن حسن انا بشوف ولا انه من تحت يعني اه انا بحس ان هو بيجي من تحت اكتر يعني اه يعني هو والخطيب قدامه والله اوه. لما تيجي تقول لي وينجليفت هنا من زمان اه، في ناس ما شافتش عبد الزيعب شافي اه، بس ان انا كنت بسمع انه حريف جدا اللي هو الاصابه. ها الاصابه كان حاجه تانية خالص يعني. اوكي ستة لخبطت لي الذاكره بس حلو نشطناها برضو شويه جبنا من هنا ومن هنا وحاجات كده ماشي. نخش على الجزء الثاني بتاع اللعبه، اسالني سؤالين. كل ده الجزء الاولاني اه، كل ده الجزء الاولاني. اسالني سؤالين يا كابتن مصر. انا اهو نطلع بقى يمكن نلاقي بقى مذيع جامد. امتى هتبقى فاضي عشان اشوفك بره؟ يا نهار ازرق على الجمال. ادي واحده نمره الثاني دور عليه تلقاه، ده المثل بيقول كده، ادي الرنة هتلاقيني معاك. لا طب ما شاء الله قول لي يعني مشغول ايه ده ولا يا عم ده هتشغل على كابتن مصر؟ لا طبعا تيجي تقول لي انا عازمك على قهوه اقول لك يلا انا نص ساعه بقى عندك، واتمنى اشوفك كتير في التلفزيون كله باوانه بقى يا كابتن مصر. هي ترتيبات اه طبعا كل حاجه طبعا بس طبعا بتبقى فيها طله كده. ايه طب يعني ده السؤالين احلى من بعض الحقيقه والله العظيم. عايز اكتر الذاكره. طب اديني سؤال بقى جد بقى، ما حاجه بقى عنيفه عنيفة؟ اه اديني بقى حاجة جامدة يعني. سؤال واحد بلاش اتنين. حاجة في الكورة، حاجة بقى حاجة مش متوقعة. انت كلك كورة. لا ايه احنا ناجي ايه جنبك؟ لا ناجي ايه في حلاوة الليمبي؟ يعني اللي انت عايزه، رأيي في حاجة. حاجة رأيك في حاجة؟ اه مثلا، شوف انا بسهلك ازاي عشان بس انا بحبك. طب انا بقول لك بس ممكن تبقى محرجة. ايه؟ يعني انت شايف نادي الزمالك ايه؟ لعيبه نادي الزمالك او فريق نادي الزمالك توصل لغايه فين؟ اوه ده سؤال هو مش محرج، بالعكس انا ممكن اتكلم بس هو الكلام هيزعل. لا ده الكلام هيزعل، انا هتكلم كلام فني. انا شايف ان فرقه نادي الزمالك دي لو سيبك من الظروف والاداريات والمشاكل والحاجات دي كلها، انا وانا هقيم الفرقه دي انا ممكن اطلع من الفرقه دي حوالي 5-6 لعيبه هم دول اللي يستحقوا يلعبوا لنادي الزمالك، بقيه اللعيبه كفنيات مع كامل احترامي لاشخاصهم كفنيات ما يقدروش يلعبوا النادي الزمالك. ما ده اللي كان هيحصل السنه اللي فاتت بس هو القيد. انت غلطتك بس يا كابتن صلاح ان انت كونت لعيبه كتير ورا بعض او كذا فتره انتقالات جبت لعيبه مش مستوى الزمالك، فبقى عندك عدد كبير من اللعيبه اللي ما تقدرش تلعب للزمالك. لكن انت لو بتتكلم عن لعيبه سوبر تستاهل زمالك هقول لك زيزو، هقول لك فتوح، هقول لك الونش، وهبتدي احتار. سوبر ايه ده ما في فيهم فلوس ما... انت عارف. ما انا بقى سيبك بقى من سيبك من الفلوس والمشاكل. قيمه الفلوس دي اه هي اللي بتقول قيمه اللاعب ده ايه او هيقدر يديك ايه. يعني ايه يعني مثلا انت جبت لعيب مثلا ب 10 مليون اه وانت عارف ان مش هيديك ب 10 مليون. لا ما طبعا دي غلطات كبيره. طيب. عشان كده بقول لك انت تعاقدت مع لعيبه ما تستاهلش تبقى موجوده في الزمالك. بس انت لو بتقيم بقى النهارده الفرقه اللي موجوده دي انا اقول لك والله هم الثلاثه دول اللي سوبر، بقيه الناس وسيف الجزيري لعيب كبير جدا اه، غير كده ما اقدرش يعني. ما وشيكابالا طبعا لعيب كبير جدا ومهم جدا وجوده في الملعب، لكن انا بتكلم على فكره ان يبقى عندك كام لعيب سوبر. تعالى نعد منافسين، الاهلي هطلع لك مثلا 15 لعيب سوبر، وبيراميدز نفس الكلام سوبر اللي هو لعيب يلعب. كمان في سوق الانتقالات اه انت لما تجيب 10 اه ويبقى 7 كويسين وثلاثه معقوله مبلوعه، لكن ما يبقاش 3 كويسين و7 وحشين. الله ينور عليك. صح الله ينور عليك بالظبط كده. طب اخر جزء بقى قبل ما نختم، عندك رسالة توجهها لحد بس ما تقوليش اسمه ايه؟ زعلان منه عايز تصالحه، عايز تعاتبه، عايز تلومه، عايز تشكره، عايز تشتمه، اللي انت عايزه. انت ممكن تشكر كل الناس اللي وقفت جنبك. مفيش حاجة لحد بعينه؟ مش زعلان من اي حد خالص في مشوارك ده كله؟ لا اكيد لا. لازم تسامح.
حتى لو فرض ان انت زعلان بس يعني. احنا مش في المدينه الفاضله يعني، لو لا. زعلان من حد قوي وعزاك في حاجه، ضايقك في حاجه، عمل لك حاجه، ما عندكش الكلام ده غالبا. والله بص انا بنسى، انت شفت الذكريات انت اللي بتطلع. بس قصدي يعني حاجه جامده لا خالص. انت عارف هو المجال بتاعنا ما فيهوش احتكاكات كتير الا يعني في حاجات بسيطه قوي يعني. ماشي كابتن محمد، انا كالعاده اتبسطت بوجودك معايا ونورتني، وبتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. انا دايما كان شوفك متالق ومبسوط. شكرا كريم، بشكرك جدا كابتن محمد، نورتني. ضيفنا النهارده كان كابتن محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، لاعب ومدرب كبير في تاريخ الزمالك، واحد من رموزه، كان منورنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ان شاء الله على بكره الظهر وقبل دلوقتي بساعتين الاثنين اللي جايين نبقى معاكم على الهوا دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اسيبكم مع اخر اغنيه، تصبحوا على خير. كنتم مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.